محمود طاهر، المهندس محمود ماشي. طاهر، قيل ان هو تكلم بصوره مسيئه عن نواب مجلس النواب يعني، وحضرتك كنت لك موقف في ده، شايف ايه اللي قاله مسيء وايه موقفك من اللي حصل؟ حضرتك دلوقتي انا رديت على طبعا الاستاذ محمود طاهر طبعا في كل شيء، وطبعا قلت ان الكلام اللي هو قاله ده وبعيد تاني يجعله يقع تحت طائله القانون. ثلاث جرائم محدده، ومحمود طاهر او رئيس اي نادي في مصر او اي أم محمد فرج عامر او اي مخلوق ليس فوق القانون، ولا احد يملك ان يعتدي على اكبر مؤسسه تشريعيه ويطعن في نزاهتها ويطعن في هو قال ايه؟ هو قال ايه؟ هو قال ايه يا باشمهندس؟ هو حضرتك يا باشمهندس بتقول كده على اساس حضرتك راجل قانون؟ لا يا فندم، انا راجل يعني برلماني حضرتك عارف المواد اللي لجنه. اتكلم فيها؟ طبعا يا بيه طبعا، انت فكره كده ورجعت المستشارين في المجلس وانا بقول كلام اعتباطا. هو قال ايه؟ هو قال ايه يا باشمهندس؟ هو قال ايه؟ كان بقى ما هو اعتدى. لا اصل يا فندم حضرتك قلت ثلاث جرائم، فحضرتك حددهم لنا. دي حاجه كبيره. انا هبعتهم لسيادتك، الكلام ده محدد وانا مسؤول عن كلامي طبعا على الهوا. تمام. وبتكلم، والموضوع دلوقتي معروض على رئيس المجلس واترفع لرئيس المجلس، هو خارج ايدي حاليا.